صباح خير أورانيا. صباح النور. هلا ديسمبر بنكتئب غير نوفمبر بطريقة يعني. لا هن ديسمبر بلوز مع ابتسامة مثلا ولا هيك شيء لا ولا نخبط طلع مش هيك القصة. بس في شيء اسمه ديسمبر بلوز اللي هي مش بس بديسمبر بحيال عيد ديسمبر بلوز هاي بسموها اهو لانه بنحبل كل السنه وشهر ديسمبر بنخلف كل شيء في معنا 100% ما كنا ايتنا بنكون عاملين بيلان لشو صار معنا كل السنه وشو نجحنا وشو ما نجحنا فيه. بتوصل لاستحقاق اخر السنه بتقول طلع لورا اف انا ما عملت شيء منه لهولي. فممكن تنكئب ساعتها انه انت بكون حاطط امال كثير كبيره على سنتك وبتلاقي الوقت مرق وانت ما قدرت تحقق شيء منهم لهول القصص. ممكن تعمل ديسمبر بلوز. ممكن كمان تعمل ديسمبر بلوز إذا أنت جاي من عائلة مش كتير مترابطة. أوكي. كل العالم مجموعين على عيد بس أنت مش قاعد مع عائلتك كلها على عيد. كمان ممكن تعمل ديسمبر بلوز. ديسمبر بلوز إذا كل اللي حواليك عندهم أصحاب وأنت ما عندك أصحاب. أيوة. الوحدة وهي الموت على الأرض. 100% فبس مش بس ديسمبر. نحن اذا بنشوف هلا هن بيقولوا لها ديسمبر بلوز لانه اجمالا على الكره الارضيه كلياتها كل العالم على كريسماس ونيوير بتجتمع. بس نحن عندنا اعياد كثير بتمرق. يا ما بتسمع مثلا على باك ما حسيت بالعيد, بتسمع على عيد الاضحى ما حسيت بالعيد, بنسمعها كثير ما حسيت بالعيد. نعم. كل العالم عايده انا ما بعرف كيف بعيد. بس في عالم العكس يعني في عالم تعيد كل عيد. إذا كنت بكتئب وعارف العيد جاي لو ما عندي شيء لو ما عامل بلان بكون مبسوط لأنه إنه لو ما في شيء حسب الشخص. ونحن بنرجع كل شخص كيف بيعمل ديكودينج أو كيف بيشفر المشاعر اللي عنده بالوقت اللي هو عم بيعيشه. فكنت بتقولي لي أنت بياخدوا منك السانس لعلاج الكآبة. أنا مبسوطة كثير يعني اليوم عم نضحك آخر السنة عم نخلصها بضحكة حلوة. لا بس عن جد أنت حدا كثير بوزيتيف بالحياة جوزيف يعني. يعني قد ما فيه بتوين براكتس لانه عارفين اوقات بطلع بحكي قصص بتطلع بالعالم بقول هيدا عم بقولوا عنه هيدا باللالاند عايش بغير كوكب يعني. بس انه هيدي جمله بسمعها كثير انا انه انت ما بتحسي. لا بالعكس انا كثير بحس. نعم. بس انا دائما بدي شيء بوزيتيف بحياتي, بدي شيء احلى يصير بكره. نعم. او بعد دقيقه او بعد نص ساعه ما بفكر بالقصص البشعه. فدائما انت بتغير مودك بين مود ومود كلها ابتسامة. عقلك الباطني برجع بعيدة وهيدي آخر تب لهيدي السنة. نعم. عقلنا الباطني ما بيعرف شو الحقيقة وشو الكذبة وشو الصح وشو الغلط. فنحن وقتا نبتسم ونطلع بالمراية عقلنا الباطني بيقولي مبسوطة خليني انبسط. وبينبسط. عقل الباطني IQ صفر يعني. ولد عمره 7 سنين. ولد عمره 7 سنين عايش بقلبنا. يعني قديه اذا بتشوف ولد عمره 7 سنين عم بيعمل تانتروم ابتسمت له بوقف التانتروم بيبتسم معك. ايوه بتزقف له وبينبسط. أيوة. بس اذا عيطت عليه رح يعمل تانتروم اكثر. فانت كيف بتديره بيندار لعقلك الباطني. شو ضيعتيني هلا كيف لازم اتصرف. طيب هلا ما فينا نبلش من نوفمبر مثلا ولا لازم فيك تبلش باي شهر بدك اياه انك تغير طريقه تفكيرك. نعم. بس عاده الديسمبر بلوز بيصيروا كثير عند العيال يلي ما فيها ترابط. نعم. او الولد يلي طالع من عيله منفصلين اهليته. نعم. وما عاش كريسمس جمعه العيله هيدي الكريسمس ايف يلي كلياتنا بنعملها وبتجتمع العيله كلها فيها. بيكون مشتت بين ام وبين بي بين انه في مشكل بيصير يمكن اذا حتى لو الاهل مع بعضهم وصار في مشكل دايم كل ما يقعدوا على الطاولة بيصير في مشكل بين الأم والبي. بيصير الولد عنده بعقله. لا. الباطنة. لا. هيدي الصورة أنه أنا بس أقعد على هيدي الطاولة أو بس نجتمع بيصير في مشكل أنا ما بدي إياها لهيدي الطاولة. أوكي. So بيصير يحس بالزعل قبل ما ينوجد الزعل. وممكن ممكن يتسبب بالزعل لأنه هو بيكون متوقع أنه بده يصير في زعل يعني كمان هيدا يأتراكت وات يو آر. أيوة يأتراكت. نحن بنستجلب لحياتنا نحن شو عم نفكر. أيوة. بتفكر ببوزيتيفيتي. لا مش أنا حسنا نحمل هيدا النجمة ولا عندي إيها بيكلينك عندي إيها عبكرة. نحن عن جد جوزيف شو نحن منفكر بيصير بحياتنا. منفكر بفرح نتواجد الفرح, منفكر بحزن
منجيب الحزن. نعم. لأنه نحن منعطي أوردر لحالنا فتش لي على هيدا الشيء. ما هو ولد صغير إذا جيت فوتته على أوضة وقلت له هلأ عندك لعب كتير لقيلي البازل تبعيت هيدي الشغلة. نعم. رح يقعد يفتش لك على الشقف تبعول البازل تبعول الشغلة اللي أنت طلبتها. تجي بتقول له لقيلي سعادة رح يفتش لك على بازل السعادة. أنا رح أكون محامي الشيطان. نعم. ست أورانيا فضل. أنا مشيت على كلامك وكل مزبوط. أنا كورونا ما انصبت وعملت هول الاي جي جي واللي بيعملون وكذا. انا ما تعرضت لله بس اخذت الفاكسينز ثلاثة. اوكي وضلني اقول بين الناس انا ما انصبت كورونا وانا ما بقرب وانا بالفعل ما بقرب. الى ان من 4-5 ايام يمكن اخر مره كنت طفل رضيع لما هيك صار فيي حراره 40 ما بنشيها ما تخافي ما صحيت ما في بي سي ار نيجاتيف وسخنت وانا كنت هون لانه يو ليت يور جارد داون. يعني انت كنت وقت فترة كورونا مأهل حالك نفسيا انه انا ما رح انصاب لو شو ما صار. صارت معي انا كمان. نعم. انا فترة العالم كله عم تنصاب انا كنت بين العالم عم بشتغل على الطريق يعني. اوكي. فكنت عم شوف ناس منصابين كل يوم لانه هيدي بارت من شغلي. فكنت اقول انا عم بلعب الميتريكس. فانا عم بهرب من المرض وما رح يصير لي شيء. لنهار العالم كله انطلقت على الطرقات وبلشت تظهر وبطل في شيء انا خلص رخيت الجارد تبعولي استراحة المحارب اكلت كورونا. ايوه سو وقت تقيم الفكره من راسك انت ما بقى عم هيدا الفايت كل. لا. الوقت الاكشن يلي جواتك الفايت فلايت فريز فانت رخيت الجارد. العسكري الصغير يلي عمره 7 سنين قال لك اوكي في ارتاح هلا قلت له ايه اوكي هات الفيروس. ايوه الواحد عن جد اذا بده يسمعك بحس حاله لازم يرجع ولد عمره 3 سنين ويفكر شو عم تقولي ويتصرف على عشان هيك بطلب من الاهل انتبهوا كيف عم تربوا اولادكم. اي والله خلص طولت كبرنا اولادنا وربيناهم شو كله بيتغير مش مشكله بيتزبط على عمر كبير ولا 21 نهار بنبلش نغير العادات كل 21 نهار في واحد ما انت بتبلش تزرع سيد جديدة بذرة جديدة وبتشتغل عليها 21 نهار بس على الرايق شوي شوي بيبي ستيبس. نعم. طيب بيتغير. إذا بدنا نحكي نرجع لاكتئاب ديسمبر. نعم. هل هي أحداث طفولة؟ هل هي قصص حياتية يومية عم بتصير معنا بخلال السنة قبل ما نوصل لشهر ديسمبر والأعياد اللي بتأثر نفسيا عم بحكي إذا بدنا نزيح عن الماديات وعن إنه الواحد شوفي عليه مسؤوليات خاصة إذا في أولاد بهذا الشهر. أوكي. كل مثل ما نحن بنعرف انه كل انسان بيشوف القصص بمنظاره هو. في ناس هلا مثلا مع الحرب اللي عم بتصير ما قادره تنبسط لانه فكره الموت مهيمنه على كل شيء. نعم. فهون في عندهم ديسمبر بلوز انه انا ليه بدي انبسط؟ ليه بدي اعمل جمعه؟ ليه بدي اضحك وفي غيري عم بيبكي؟ نعم. وبعرف كثير ناس هيك قالوا لي نحن هالسنه اذا بتريدي ما تعيدينا نحن مش معيدين. ايوه فهن بحالة حداد. نعم. ممكن يكون الجو العام اللي انت عايشه او الجو الشخصي اذا انت عندك حداد او عندك زعل تقول انا ما بدي وبتعيش هيدي الكآبة اللي هي نوع من الكآبة اذا بدك انه انا بدي انطوي على نفسي وما بدي عيش اللي عايشينه بالمجتمع اللي برا. في ناس عندهم ديسمبر بلوز كمان او اكتئاب ديسمبر اذا عندهم مشاكل عائليه من هن وصغار. يعني اذا ولد عمره 3 سنين اول مره قاعد على الطاوله ناطر سانتا ليجي بدل ما يجي سانتا صار في مشكل بين امه وبين بيو علق الفكره براس الشخص انه هيدي الجمعه بهيدا النهار من وراها في مشكل ما بدنا ننسى بس لو بصير مشاكل هالليله بيحاولوا قد ما فيهم يبعدوا عنا يعني لا انا لا. حاضره انا مره حاضره بديسمبر على كريسمس صار مشكل ومشكل وتكسير وقصص كان في ولاد صغار بطل بدهم سانتا حتى نهارتها. ايوه فالولد الصغير برجع بقول لك نحن perception is projection هو كيف عم بيشوف شو حس جواته اي. نعم. احساس جسمه حسه. نعم. فمن هون بصير عندك بيلت اب تراكميه للمشاعر اذا انعادت على سنه ثانيه وسنه ثالثه او على عيد ثاني وعيد ثالث او على عيد ميلاده للشخص مثلا. نعم.
فهول التكدسات من المشاعر بتوصلك اخر شيء تعمل بارير انه انا ما بدي هول العيد. اتمنى نوقع تحت هذه المشكله. نعم. يعني كيف بنحضر حالنا لنستقبل هذا الشهر بدون كآبه؟ يعني صارت هالمشاكل انه صغار فيك انت عم تقولي في كثير بتصير بالمجتمع، كيف بنحضر حالنا حتى ما نوصل لقصه كآبه ديسمبر؟ أوكي. اول ما نوصل نحن لاول مره تطلع هيدي الفكره هي بتبلش بنوفمبر تقريبا. ايه. انه يا الله شهر الجاي بس لنقول هي قضيت على نوفمبر ايلول كنا مبلش المدارس شهر الجاي ما هو لا ما على 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 كريسمس نحن هلا عم نحكي على كريسمس على كريسمس بس انه هو نفس الحاله بتصير تقريبا بكذا شيء بحياتنا يعني او عيد ميلادي مثلا ايه كنت اعتمدوها كل السنه يعني اللي عم انه او عيد ميلادي مثلا يا الله هلا عيد ميلادي ما بدي حدا يعيدني في ناس بعرفهم ما بدهم حدا يعيدهم عيدهم انا ما بدي حدا يعيدني بكره هيدا النهار ليه بتكرهوا هيدا النهار؟ لا خبرك انا بدي عندك وقت؟ ايه عندي وقت انت عندك وقت يعني انا كل عمري كان يجي مثلا ايلول وهذا شهر الجاي المدارس شهر الجاي الجامعات اولاد وكذا وهذا يعني لازم من هون لازم من هون خلصوا المدارس والجامعات الحمد لله انبسطت حاولت هيدا اجوا سرقوا لنا مصرياتنا بالبنك ايه ما هي هي الخبريه طيب تعودت ولا بعد؟ عشو؟ انه سرقوا لك مصرياتك بعد ما تعودت وما تفكري انه رح اتعود منيح انت حدا من كثير قليل بلبنان اللي بعد ما تعودوا كثار ما بتعودوا ما بتعود كيف ماشي بتعيش الحياه تستمر ايه انا هيك قصدي انك تعودت تستمر طبعا تستمر بس نتعود لا ذا شو ماست جو اون يعني نعم عم بمزح فيها هيدي هلا خلينا نرجع لموضوعنا موضوعنا الاساسي اذا رحت القصص النفسيه وبدنا نحكي عن الامور الماديه نعم. يعني هل تحول المناسبات الدينية الروحانية لترفيهية ولا مين بيعيد بشكل لوكس أكتر هيدي كمان ممكن تسبب كآبة عند الناس؟ إذا ما بتطلع شو عم بيصير برا ومهم يكون في حب ببيتك ما مفروض يأثر هيدا الشيء بس إذا أنت قاعد بمجتمع مثل مجتمعنا دايما بشوف غيري شو عم يعمل بدي أعمل كومبيتيشن معه لكون أنا أحسن منه رح توقع مش بس بالعيد بحيالة نهار بحياتك بهيدي النوع من الكآبة لا. بس كتير مهم عند الأهل خصوصا هلأ بالوضع المادي اللي عم نمرق فيه أنه يحكوا لأولادهم أنه نحن عم نمرق بوضع مادي شوي دقيق يمكن اللي كنا نعمله بسنين قبل ما قادرين نعمله هلأ بس تأكدوا أن نحن في حب بيناتنا واللي عم بنحط النهار العيد بيناتنا من طاولة صغيرة من هدية صغيرة هو لوجيستكي كونت مهم الحب بيناتنا يضلوا مستمر الوعي كتير مهم عند الأولاد لا. يعني أنا دايما بقول للأهل إذا بتريدوا ما تجربوا تخبوا عن أولادكم أولادكم بحسوا لا. إذا خبيتوا رح يصير في عندهم نقمة حكون بس بطريقه هن يقدروا يستوعبوها أوكي. يعني نحن مرئين بوضع في توعيه يعني دايما ايه لا. يعني على قد ما الولد بيفهم مثلا بابا انا هالسنه ما قدرت اجيب لك الهديه اللي جبتها سنه الماضي بس قادر اجيب لك شيء انت نسيسير عايزه بحياتك شيء اولوي هيدا بقدر اعطيك اياه شو طالع على بالك ينجاب على العيد لا. فالولد بحس الولد اكثر ما نحن بنفكر بحس باهله بحس بكل شيء عم بيصير حواليه اكثر منا نعم. بس نحن دايما منغض النظر انه الولد لا ما بيعرف هو بيعرف اكثر منك ومني واكثر من الكبار بكثير لانه كثير سنسيتيف بيكون على القصص الديتاي الصغار الولد بيفهم بالديتايات اكثر من الكبير بينتبه بيقول لك ما انت عملت هيك كيف نعم. هو منتبه لهم فاذا جيت حكيته عنده المجال انه يستوعبك بليز ما بقى تخبوا على اولادكم شيء كونوا دقيقين كيف عم تحكوا معهم الولد بيفهم عليكم وبحس معكم اكثر ما انتم بتتوقعوا نعم. بيقولوا انه العيد للاطفال نعم. هل مع تقدم بالعمر بتخف فرحه العيد عند الناس ليش مو. لا مش للاطفال هو الطفل يمكن لانه بيهتموا فيه زياده أوكي. بس انت على العيد ما بتنبسط نحن بحياتنا نعم. كتير حلو انه نفتش على حيالة فرصة فرح وننبسط فيها نعم. ليش بدنا نحد نفسنا انت على العيد مفروض ترجع طفل وتنبسط بالعيد تنبسط بالجامعة تنبسط بالحب والمحبة اللي عم تاخدهم ابدا هيدي limiting decision و limiting belief نحن منحد نفسنا بهول الافكار والمعتقدات ابدا انبسطوا وعيشوا وحبوا ونحبوا المحبه كثير مهمه منفتش عليهم بهيدي الاعياد لانه مش كل يوم نجتمع كعيله
مش كل يوم، خصوصا اذا العائله الكبيره بننطر هول الاعياد لنجتمع فيها، مش دايما بنكون كلنا مجموعين على طاوله واحده. حلو الواحد يحس بالمحبه، حلو يعطي محبه، لانه هيدا هو الحافز يلي عم بخليك تكمل واستمراريتك. أيوة. اذا وقفته شو الفرق بينك وبين الميت؟ هابي نيو يير لك انت كمان، ان شاء الله كمان. سنة خير تكون كلها ايجابيه عليك وعلى كل حواليك. طبعا انت بتوزعي الايجابيه وبتحاولي بطرقك تعالجي نفسيا بعض المشاكل اللي عم يتعرضوا لها العيال والاطفال والامات والبيات، ولكن كمان نحن بحاجه وانت بحاجه كمان دائما لشخص يدعمنا ويقوينا لنقدر نكفي. ان شاء الله بايماننا نقدر نوصل السنه 2024 لشو بده لبنان، وما ينسوا طبعا نحن ما رح ننسى المشاكل اللي عم بتصير على حدود اللبنانية بالجنوب وللشعب الجنوبي ولا اللي عم يصير بغزة، بس انتو هون يا زعماء ما تنسوا الشعب اللبناني وتلهون بأمور تانية، تذكروا انه هن عندهم مشاكل وناطرين منكم الحلول. بتروح شهر بيجي شهر بنقول بكرة وبعد بكرة وانتو راوح مكانك عم تتخانقوا مين بده يطلع هون ومين بده ياخد هيدا الكرسي، ولك خلصونا بقى منكم.